هذا رابتر 2018 قيمته من 274,000 يبدأ في نفس المواصفات حقت الونيت اللي عندي بس أفخم شوية في هذه حقت تغيير الجير. هذا فيه فتحة بانوراما كاملة فوق. هنا فيه الأزرار حقت اللمبات اللي بيركب لمبات. في هذا إذا اللي بيسحب شيء ويرجع على ورا ما يلفلف بدركسون، يلف بهذا. إذا كان ساحب شيء يحرك هذا الدركسون يدور عشان يوزن المقطورة اللي في الخلف. ما تغير بين ال 18 19 للعلامة، لا ال 18 شالوا العلامة صار بدون علامة. هذا الأزرق غمر ونص. الفرق الوحيد انه اصغر شوي ورا. نفتح من هنا. هذا فيه برتقالي شوي. حركة الباب كذا يفتح. صدامات حديد حق السحب. أنا ما عندي هذا. هذا 18 تغير الشبك. سعره يبدأ من 217. فيه فت زرار هذا. جوا بيج نفس اللي عندي ما تغير. تشغيل بزرار وفي هذه الفرار حق السحب. بانوراما كامل أزين ما في هذا الونيت. الوسع وسيع مرة بس ما أتوقع أن هذا يصلح البنات. لأنه جلف كبير وسيع مرة. هنا في فتحات كهرب USB. فيش كهرب بيت 110. الزين فيه انه كبير مرة. في هذه الحركة عشان اذا بطلع اخذ شيء من الصحن. هنا كذا بفتحها كذا. ان شاء الله قوي عشان السيارة جديدة. يلا يلا ايوه. فيها كاميرا ورا. هذا تعب زرار. هذا مثل اللي عندي بس ناكل. نفس الشيء في الدواسة هذه. صرفيته مي بزينة. في هذا الاكسبيديشن. هذا الاكسبيديشن الجديد 3 مراتب. بس هذا قصير. قيمته يبدأ من 162,000. نفس طبلون الونيت. بس ان الجير حقه فرار. كذا طق. تشغيل بزرار 162. حلو يعني العائلة ورا وسيء. شيل 7-8 بالراحة. فيهم كيفات فوق. هذا درج كبير. في هذول الجيوب الوسط. هذا جيب اكسبلورر حلو. هذا 3 مراتب وسيء. شيل 7 بالراحة. بزران 2 بزران. هنا طبوان حليو في فتحة كذا.
هذا سعره الظاهر يبدأ من 140 150 ألف. في هذا إج اسمه إج إس إي العادي يبدأ من 100 ألف. اللي ودها بجيب رفيع شوي سعره معقول هذا يصلح، وسيع في شنطة كبيرة، في مثبت سرعة، في كل المواصفات. ورا حليو وسيع. في كاميرا ورا مقفل. نشوف ايش صار في هذا. صار في وسط متوسط. في هذه التورس، هذه تبدأ من 99 ألف أظن، معروفة التورس وسيعة. فيها كاميرا ورا. هذا موستنج كشف جي تي شكله، هذا قيمته ظهر يبدأ 170. والله حلو، بس حق نفرين ورا ما يشيل الا اثنين اعمارهم ما تزيد عن 3 سنين، والتشغيل بزرار. الكوبري هذه ما تصلح سيارة سيارة ثانوية. هذا الرابتر الجديد يبدأ من 270 ألف بغمارة ونص. هذا بغمرتين أسود سعره يبدأ من 304. يا شباب الرابتر الجديد قيمته يبدأ من 304 مع الضريبة يطلع ب 330 320 25. هذه طبعا بنورامة فتحة كاملة. الفرق الوحيد بين الرابتر 2017 18 العلامة اللي ورا شالوها وحطوا بدالها هذا فورد. هذا الأزرق، بس هذا لل 18. نفس الشيء، هذا فتحة البانوراما كاملة. والله حلو فتحة البانوراما ما شاء الله شلون قاعد ورا فتحة كاملة. هنا كهرباء يو اس بي، فيش كل انواع الافياش ما شاء الله. هذه حركة كذا تنفتح، شلون الصحن مغطى. هذا شكل الماستنج من الخلف، ماستنج جي تي 8 سلندر، حلو. اللي يبي سيارة أو تبي سيارة ب50 ألف، هذه فورد ب50 ألف صغيرة. Yeah.